هنعمل وصفة بسيطة جدا وسهلة، هنعمل دانش بالعسل. طب الدانش ده دايما احنا بنعمله بالعجينة المورق، لا مش هنورق عجينة، هنعمله بطريقة كده سهلة وبسيطة تقدروا ان انتوا تعملوها بمنتهى السهولة من غير ما يعني تورقوا العجينة وتسيبوها في التلاجة الزبدة تجمد والكلام ده كله، لا هنعملها بطريقة بسيطة كده وسهلة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. محتاجين 2.5 كوباية من الدقيق، يعني حتى المقدار قليل، ومحتاجين 0.5 كوباية من السكر، و100 جرام من الزبدة تكون لينة يعني مش سايلة قوي، انا كاتباها سايلة بس يعني مش عايزاها سايحة خالص. وعندي كمان معلقة كبيرة من اللبن الباودر، وممكن على فكرة تستغنوا عن المعلقة بتاعت اللبن الباودر لو مش موجودة ما تجيبوهاش مخصوص، ورشة ملح، و 2.5 معلقة صغيرين من الخميرة، يعني حوالي معلقة كبيرة من الخميرة، وربع كوباية مية مغلية، مية دافية سوري، و0.5 كوباية من اللبن الدافي، يبقى عندي ربع كوباية مية دافية و0.5 كوباية من اللبن الدافي، وعندي 2.5 كوباية بتوع الدقيق، و0.5 كوباية سكر، و100 جرام زبده، ومعلقه كبيره من اللبن الباودر، ورشه ملح، و2.5 معلقة صغيرين من الخميره او معلقه كبيره، وربع كوبايه ميه دافيه، و0.5 كوباية من اللبن السائل. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه هبدا كده ايه اخلط الدقيق 2.5 كوباية اللي عندي، هحط عليهم السكر، سوري هحط عليهم اللبن البودره الاول، وهحط الخميرة الأول، أجيب بس معلقة أحط عليهم بعد كده السكر. يبقى أنا حطيت إيه السكر والخميرة واللبن الباودر على الدقيق وقلبتهم أهو بالشكل ده. تمام كده، عندي الزبدة، بصوا أنا عايزاها كده، عايزاها تبقى عاملة كده أهي. تمام كده، طيب وهبدأ إن أنا أخلط كل ده أو أعجن كل ده بالمية واللبن. أحط اللبن وأحط المية، طبعا المية واللبن هحطهم بالتدريج، يعني ما تاخدوش المقدار زي ما هو كده، حطهم بالتدريج، يعني أنا هنا مش معايرة، هخلطها كده بالتدريج وأشوف محتاجة إيه. بصوا هفصل وهزود شوية مية عشان لسه العجينة محتاجة سوية. بصوا هفضل اعجن كويس قوي، لازم العجينه عندي تتعجن كويس جدا، يعني لازم تبقى بصوا قوامها كله متماسك ومعجونه كويس قوي. لازم طبعا يبقى عندكم ميه زياده ودي زياده، لو حسيت ان هي محتاجه شويه دقيق هزود لو لسه السوائل عندي اكتر، ولو العكس برضو هزود سوائل. انا هزود هنا حوالي 2 معلقة كده دقيق عشان العجينة تمسك معايا اكتر. بصوا كده انا طبعا محتاجه اعجن تاني، يعني تفضلوا تعجنوا لحد ما العجينه تتعجن معاكم اكتر من كده وانعم من كده. تمام، طبعا المعجنات احنا بنعجنها اكتر من يعني من البسكوتات والكلام ده كله، بس احنا عشان الوقت انا هستكفي بكده، وهبدا احط ال100 جرام بتوع الزبده بالتدريج كده على
العجينة عندي بعد ما عجنها، بعد ما عجن العجينة خالص هبدأ أنعمها بالزبدة. تمام؟ بصوا طبعا لسه الزبده ما دخلتش في كل عجينه، ابدا كده اشيل كل الاطراف، الزبده اللي في الاطراف عشان اتاكد ان هي هتدخل جوه العجينه، وعايزه بقى اعجن العجينه كويس جدا بالزبده دي. تمام؟ يبقى انا بصوا التكنيك بتاعها، ان انتوا بتعجنوا العجينه كلها، بعد ما تعجنوها كلها كويس جدا حوالي 7-8 دقائق ببدا احط الزبده اللينه بالشكل ده واعجن تاني انعمها بالزبده. بصوا موجود ده، هنعمل له شربات. بصوا موجود بصوا العجينه انا عايزاها بصوا بالشكل ده، لينه خالص، في نفس الوقت هي لسه ما اتعجنتش، وهنشوف محتاجه دقيق تاني ولا لا، بس انا عايزاها بالقوام ده اللي هو الناعم اللي الزبده منعماها كده وداخله فيه كويس جدا. تمام؟ بعد كده هسيبها تخمر يعني حوالي مثلا بتاخد لها ساعة ساعة ونص على حسب بقى الجو، وبغطي عليها كده واسيبها تخمر وهي طرية خالص، هي لما تخمر هتستوي هتظبط معاكم القوام بتاعها، فخلي بالكو ان انا محتاجاها طرية عن اللازم او طرية عن اللي انتم متعودين عليه في العجينة. بعد ما تخمر هتلاقوها مسكت نفسها وارتاحت والتلزيقة البسيطة دي مبقتش موجودة والعجينة بقت عندي زي الفل. خلاص؟ طيب هسيبها بعد ما تخمر حوالي ساعة ساعة ونص، هبدأ بقى ان انا اشتغل فيها العجينة اهي بالشكل ده كده. تمام؟ بصوا الزبدة منعماها ازاي، شايفين العجينة ناعمة ازاي، بصوا الزبدة مخليها عاملة ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. هبدأ ان انا افردها. نشابة عندك يا اسلام؟ ورايا. تمام، هبدا ان انا افردها. شوف كده محتاجه دي ولا لا على الرخامه اهو، هفرد كده بالشكل ده. بصوا الزبده منعماها ازاي، العجينه عامله ازاي. مش هورق بقى الطريقه دي، يعني هعملها مختلفه، احنا عملنا قبل كده الدنش والكراسو والباتيه بالعجينه المورقه، فدي تغيير بقى ايه، عجينه سريعه كده من غير توريق وتطلع في منتهى الجمال. العسل اللي احنا هنستخدمه، عشان هما بيقولوا لي العسل اللي احنا هنستخدمه عسل ايه، هنستخدم عسل ابيض ولا عسل اسود ولا شربات ولا ايه الكلام، هنستخدم ايه المطلوب في الوصفه، هنستخدم شربات. وانا دايما بقول لكم ان انتوا تعملوا برطمان كده يبقى موجود عندكم في المطبخ عموما، شربات لاي حاجه انتوا حابين تعملوا لها شربات، مش كل مره لازم اعمل شربات مخصوص للوصفه اللي انا هعملها او لنوع الحلويات اللي انا هعمله، وبيقعد من السنه للسنه ما بيحصلوش حاجه ولا بيحصل فيه اي تغيير. تمام؟ هتعملوا كده كوبايه سكر على نص كوبايه من الميه. تمام؟ وتغلوها على النار، بعد كده تحطوا عصره ليمونه بعد ما يغلي، وهتبقى دي الشربات اللي احنا هنعمل بيها. بصوا هحاول كده اخلي العجينه مستطيل او مربع عشان ابدا ان انا اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. اسلكها بس كده من الرخامه بالشكل ده. حبيبه ازيك؟ حبيبه يا حبيبه، معانا حبيبه؟ طيب حاولي تكلمينا تاني يا حبيبه. بصوا هجيب بقى السكينه وهبدا اعمل مربعات. بصوا هقسم كده العجينه مربعات بالشكل ده. تمام؟ وبعد ما اقسمها مربعات كده هبدا اجيب الطرف ده اقفله كده في النص، الطرف ده اقفله في النص كده، شايفين؟ اقفلها زي الظرف، والطرف ده نفس القصه اهو. تمام؟ بالشكل ده خلاص. وفي النص كده هحط واحده كريزيه
طبعا بقى تحكموا في الحجم زي ما انتوا حابين، دي كده صغيره، تعالوا مثلا هنكبرها شويه هعمل مربع اكبر. انا ما رشيتش دقيق عشان عايزه العجينه تبقى ملزقه شويه كده، تمام؟ بصوا عايزاها تبقى ملزقه في الرخامه وفي ايدي كده سنه كده عشان ما تفكش من بعض بالشكل ده. وهبدا ان انا اهو اقفل الحته دي كمان واجيب دي كده اهو، واحط الكريزايه في النص. اديني صاج كده اسلام، وهكذا هبدا اعمل مربعه كده وابدا اقفلها بنفس الطريقه. بصوا انا عايزه العجينه تكون بتلزق كده شويه اهو بالشكل ده، شكرا. وهبدا بقى ايه ارفعها كده على الصاج واحط برده كريزيه. اتحكموا بقى في حجمها زي ما انتوا حابين، اصغر من كده اكبر من كده براحتكم خالص. بصوا انا عملت لكم حجم منها صغير، ممكن تعملوها حجم اكبر شويه زي ما انتوا تحبوا، تقدروا ان انتوا تتحكموا فيها اهو على حسب المربع اللي انتوا هتعملوه هو اللي هيتحكم معايا في الحجم. بجيب دي كده اهي، بجيب دي قصادها الناحيه الثانيه، وببدا برضو الاثنين دول برضو اقفلهم على بعض بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، ولا استنينا العجينه تورق ولا ورقناها ولا سبناها تجمد في الثلاجه ولا اي حاجه. بعد ما اعمل الصاج بتاعي بالشكل ده ببدا اقطع المربعات كلها كده، اخلص العجينه بالشكل ده. وفين عسل اسلام؟ هبدا كده ايه احطها في الصينيه، وبعد ما احطها في الصينيه هجيب صفار بيضه وابدا ان انا ادهن الوش بيها. بصوا انتوا واخدين بالكم العجينه، بصوا فيها سن التلزيق ازاي، هو ده اللي انا عايزاه.